سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم. سيحصل نادي الوداد الرياضي عقب تنصيبه بطلا لإفريقيا على حساب الأهلي المصري إلى جانب كأس البطولة والميداليات الذهبية على 35 مليون دولار إثر فوزه بلقب دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم لموسم 2021-2022. توج الوداد الرياضي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه بعدما تغلب على الأهلي المصري بهدفين مقابل صفر في المباراة التي أقيمت يوم الاثنين على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء. وينقسم المبلغ الذي سيحصل عليه الوداد بعد هذا التتويج باللقب القاري الثالث والثاني على حساب الأهلي المصري إلى 2.5 مليون دولار، هي جائزة الفوز باللقب الإفريقي إضافة لحصوله على مليون دولار على الأقل نظيرا لمشاركته في بطولة كأس العالم للأندية 2022 التي لم يتحدد موعد ومكان إجرائها بعد. في المقابل سيحصل الأهلي المصري على 1.25 مليون دولار وهي جائزة وصيف البطل.